بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض ونحلل كلمات درس عندي موهبة. وأنا شرحت الدرس قبل كده، واللي عايز يرجع ليه ويحل تدريبات الكتاب هتلاقي الرابط تحت الفيديو. عنوان الدرس عندي موهبة. عندي موهبة. عندي موهبة. عندي يعني لدي. عندي معناها إيه؟ لدي. لدي موهبة. موهبة جمعها موهبات. مواهب جمع موهبة مواهب. مواهب. وكلمة موهبة اسم. كلمة موهبة اسم لأن بها تاء مربوطة وبها تنوين بالضم. بها ايه؟ تاء مربوطة وتنوين بالضم. يبقى موهبة اسم لأن بها ايه؟ علامتنا، علامة الأسماء، التاء المربوطة والتنوين. ذهبت سلمى مع فصلها في رحلة مدرسية. ذهبت سلمى. ذهبت اسم ولا فعل؟ ذهبت فعل. احسنت، فعل. ليه فعل؟ لان هي ما ينفعش معاها الالف واللام، ما ينفعش اقول الذهبت. ينفع اقول الذهبت؟ لا. اذا هي فعل لانها لا تقبل علامات الاسم. ذهبت سلمى. سلمى اسم. سلمى ايه؟ اسم. واخرها الف لينة. اخرها ايه؟ الف لينة. تنطق الف وتكتب ياء. سلمى اسمها الف لينة، ما اسمهاش ياء. وسلمى اسم انسان. سلمى اسم ايه؟ انسان. مع فصلها. فصلها جمع فصل. جمع فصل فصول. فصول. وكلمه فصلها بها هاء الضمير، دي اسمها ايه؟ دي هاء الضمير. فصلها في رحله مدرسيه. في حرف ايه؟ جر. في حرف جر. طبعا حروف الجر 8، نقولهم بسرعه. حروف الجر 8 تمام، من وإلى، عن وعلى، في والكاف والباء واللام، تمام. يبقى هنا في حرف جر، وخلي بالك فيها مد بالياء. إذا كان تحقق الشرط إن الحرف تحته كسرة وما بعده خالي من الحركات، إذا بها مد بالياء. في حرف جر وبها مد بالياء. في رحلة مدرسية. رحلة اسم. ليه اسم؟ لأن بها مربوطة. احسنتي. ويا كمان تنوين بالكسر، يعني رحلتين. اخلي بالي تنطق نون ساكنه ولكنها يكتب تنوين. رحله مدرسيه. وكلمه رحله اسم برضو لان يسبقها حرف الجر. اي كلمه يسبقها حرف الجر، يعني يجي قبلها حرف جر، اسم، لان حرف الجر لا يدخل الا على ايه؟ الا على الاسماء. جمع رحله رحلات. أحسنتي، رحلات. جمع رحلة رحلات. رحلات. رحلة مدرسية. رحلة إيه؟ مدرسية. مدرسية. جمع مدرسة مدارس. مدارس. كلمة مدرسية اسم لأن بها تاء مربوطة وبها تنوين بالكسر. وأيضا كلمة مدرسية بها حرف مشدد، وإحنا عارفين الحرف المشدد بكم حرف؟ حرفين. الأول ساكن والثاني متحرك، عشان لما نحب نقطع الكلمة دي إلى مقاطع صوتية نعرف إن الحرف المشدد لا بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، تمام. إلى حرف إيه؟ جر. أحسنتي. يبقى تاني حرف جر إحنا خدنا هنا فيه، وهنا حرف الجر اسمه إيه؟ إلى. وإحنا عارفين هنقولهم تاني. حروف الجر 8 تمام، من وإلى وعن وعلى، في والباء والكاف واللام. أحسنتي. إلى السيرك. إلى إيه؟ إلى السيرك. وحرف الجر إلى أيضا به ألف لينة، يعني آخره ألف لينة وليست ياء. إلى تنطق ألف وتكتب ياء. ألف اللينة تنطق ألف وتكتب ياء. إلى السيرك. السيرك اسم. ليه اسم؟ لأن به ألف ولام، وايضا قبله حرف جر، واحنا عارفين حرف الجر لا يدخل الا على الاسماء. طب يا ترى اللام دي شمسيه ولا قمريه؟ شمسيه. احسنت، شمسيه. ليه؟ لان الحرف الذي يلي اللام فوقه شده. الحرف الذي يلي اللام يعني اللي بعد اللام فوقه هي شده، واحنا عارفين الحرف المشدد بكم حرف؟ باثنين. الاول ساكن والثاني متحرك. طب فيها مد ولا ما فيهاش؟ فيها مد. بيه بالياء. احسنتي. السيرك لان السين الثانيه تحتها كسره وهنا الياء خاليه من الحركات، يبقى فيها مد بيه بالياء. فيها مد بالياء. ودي فاصله. فاصله دي من علامات الترقيم، يعني بين الجمله والجمله نضع فاصله. وهناك شاهدت. هناك واو حرف عطف. الواو حرفيه عطف. عطف.
هناك عكسها هنا. هناك عكسها هنا. وبها مد بالالف. بها مد بيه بالالف. شاهدت. شاهدت معناها رأت. شاهدت معناها ايه؟ رأت. شاهدت اسم ولا فعل؟ فعل. احسنتي. شاهدت وانتهت ولا لسه تشاهد؟ شاهدت وانتهت، يعني شاهدت وخلصت، يبقى ده فعل ايه؟ ماضي. احسنتي، فعل ماضي. شاهدت. فيها مد بيه بالالف. ولاحظ ان هنا اخرها تاء مفتوحه. لاحظ هنا ان اخرها ايه؟ تاء مفتوحه. يعني لو قلت لك شاهدت عروضه ما تكتبش تاء مربوطه، تكتب تاء ايه؟ مفتوحه. وان شاء الله قريبا هعمل درس للفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه والهاء. شاهدت ايه؟ عروض الحيوانات. عروض مفردها عروض عرض. احسنتي، مفردها عرض. مفردها ايه؟ عرض. وكلمه عروض اسم طبعا. كلمه عروض مالها؟ اسم. لان ينفع اقول لها العروض. نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت. نفعت، ينفع اقول العروض. كلمه عروض فيها مد ولا ما فيهاش؟ فيها مد بيه. احسنتي. والممدود الراء. ممتازه، حرف الراء. الممدود حرف الراء. عروضية الحيوانات. كلمة الحيوانات اسم ولا فعل؟ اسم. اسم، احسنتي. اسم ليه فيها ايه علامة من علامات الاسماء؟ الالف واللام. طب يا ترى اللام شمسية ولا قمرية؟ قمرية. احسنتي، لام قمرية. ليه لام قمرية؟ لان بعدها حرف الحاء. في جملة جحا غبي فك مخ وقع، او الجملة اللي احنا عارفينها ابغي حجك وخاف عقيمه. اذا حرف الحاء من حروف اللام القمرية. فيها مد بيه بالالف. احسنتي، بها مد بالالف. واحد اثنين. ممتازة. الاول الممدود فيها ايه؟ الواو. والتاني الممدود النون. الحيوانات. طيب مفرد الحيوانات حيوان. لا، الحيوان. مفرد الحيوانات الحيوان. الجمع فيها الف ولام، يبقى لازم المفرد يكون فيها الف ولام. اخلي بالي، لو الكلمة الجمع زي كلمة الحيوانات فيها الف ولامها، يبقى المفرد لازم يكون ايه؟ الحيوان. ما ينفعش اقول حيوان من غير الف ولام. تمام. وعرض الساحر، يبقى شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر. عرض ايه؟ الساحر. الساحر. عروض معناها التقديم. عروض معناها ايه؟ التقديم. وعرض الساحر. عرض ايه؟ الساحر. الواو حرف عطف. الواو حرف عطف. عطف. الواو حرف عطف. وعرض الساحر. كلمة عرض اسم. كلمة عرض ايه؟ اسم. لانها ينفع ان انا اكتب العرض، ينفع اكتب ايه؟ العرض. الساحر اسم ولا فعل؟ وجمع عرض عروض. عروض، يعني الفقرة دي فيها الكلمة المفرد والجمع بتاعها، الجمع والمفرد. الساحر اسم ولا فعل؟ اسم. اسم، لان بها ايه؟ الف ولام. طب اللام ايه؟ شمسية. ممتازة. عرفتها ازاي؟ اولا ان بعدها الحرف اللي بعد اللام فوقه شدة، ثانيا حرف السين مش في جملة جحا غبي فك مخه وجع، او ابغى حجك وخف عقيمه. وضحكت كثيرا. ضحكت كثيرا. يا ترى ضحكت اسم ولا فعل؟ ضحكت فعل. ضحكت، احسنت، فعل. ضحكت وانتهت ولا لسه تضحك؟ ضحكت، فعل ماضي. ممتازة، فعل ماضي. ضحكت، وكلمة ضحكت اخرها تاء مفتوحة. مفتوحة. ضحكت، لان انا لو وقفت عليها بالسكون ضحكت، ولو كملت ووصلت اللي بعدها ضحكت مثلا ضحكت التلميذة، ايضا نطقت تاء، فلذلك تكتب تاء مفتوحة. كثيرا اسم ولا فعل؟ اسم. احسنت، اسم. فيها ايه علامة من علامة الاسماء؟ تنوين. التنوين علامة من علامة الأسماء. إذا هي اسم. كثيرا مضادها قليلا. أحسنت، قليلا. مضاد كثيرا قليلا. كثيرا فيها مد بيه بالياء. ممتازة. والممدود ثاء. أحسنت، حرف الثاء هو الحرف الممدود. وخلي بالي من التنوين، لما أكتب التنوين ما أكتبوش فوق الألف، لا، اكتبه على اخر حرف في الكلمه اللي هو الراء، والالف هنا زائده. يعني ملاحظه التنوين مكتوب فين؟ فوق الراء وليس الالف. نلاحظ كتابه التنوين كويس. على عرض المهرج. على حرف ايه؟ جر. احسنتي، على حرف جر. حروف الجر
ثمانية تمام. من وإلى، عن وعلى، في والكاف والباء واللام على حرف جر، وأيضا آخرها ألف لينة. آخرها إيه؟ ألف لينة. تنطق ألف وتكتب ياء، تنطق ألف وتكتب ياء. ضحكت على عرض المهرج، عرض اسم وجمعها عروض، عرض اسم وجمعها عروض. ضحكت على عرض مين؟ المهرج. يا ترى المهرج اسم ولا فعل؟ اسم. اسم، أحسنتي. اسم لأن بها إيه؟ ألف ولام. بها إيه؟ ألف ولام. واللام دي شمسية ولا قمرية؟ قمرية. أحسنتي. المهرج، المهرج. طب يا ترى حرف الراء فوقه إيه؟ وكسرة. شدة وكسرة. شدة وإيه؟ وكسرة. شدة وكسرة، مش شدة وفتحة. طيب الحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. أحسنتي، وإن شاء الله نحاول نقطع هذه الكلمات المشددة في نهاية الدرس. المهرج. ننتقل إلى الفقرة الثانية. وأثناء عودتها من الرحلة. وأثناء، وحرف عطف. أحسنت، حرف عطف. الواو وفاء وثم، الواو والفاء وثم، دول حروف العطف. أثناء معناها خلال. أثناء معناها إيه؟ خلال. خلال. أثناء معناها خلال. خلال عودتها من الرحلة. من حرف؟ من حرف جر. حرف جر. طبعا احنا عارفين وكده معانا حرف الجر في والى وعلى، وهنا من، وهنا ايه؟ من. يبقى كده معانا كم حرف جر؟ اربع. اربع حروف حتى الان. من الرحلة، كلمة الرحلة اسم، اللي هي لان بها الف ولام وبها تاء مربوطة ووقعت بعد حرف الجر. وجمع الرحلة الرحلات. احسنتي، الرحلات. واللام شمسية. ممتازة، شمسية. وطبعا الحرف اللي بعد اللام الشمسية لازم يكون فوقه شدة، شدة وفتحة. نلاحظ كلمة الرحلة، عند كتابة كلمة الرحلة هقف عليها بالسكون، هتنطق هاء، التاء المربوطة دي تنطق يا هاء، هقول الرحلة، نطقت يا هاء. طب لما شكلها من الرحلة تي، نطقت ايه؟ تاء. اذا تكتب تاء مربوطة. التاء التي، التاء المربوطة إذا وقفت عليها بالسكون هتنطق هاء، وإذا شكلتها بالفتح أو الضم أو الكسر تنطق تاء. إذا تكتب تاء مربوطة. لاحظ كده كويس. الفقرة الثالثة. سألت سلمى المعلمة. سألت اسم ولا فعل؟ سألت. سألت فعل. ممتازة. طب هي سألت وانتهت ولا لسه بتسأل؟ سألت، يبقى ماضي. أحسنتي، سألت فعل ماضي وآخرها تاء إيه؟ مفتوحة. آخرها تاء إيه؟ مفتوحة. مين اللي سألت؟ سلمى. سلمى اسم. سلمى إيه؟ اسم إنسان، وآخرها زي ما احنا عارفين ألف لينة. ألف إيه؟ لينة. ألف لينة. المعلمة، سلمى سألت المعلمة. المعلمة اسم ولا فعل؟ اسم. أحسنتي، اسم. طيب المعلمة فيها ألف ولام، اللام إيه؟ اللام قمرية. اللام قمرية. اللام قمرية. قمرية. كلمة المعلمة آخرها تاء مربوطة. مربوطة، عشان لما أجف عليها بالسكون تنطق هاء. لما أقول المعلمة نطقت هي هاء. طب لما شكلها سألت سلمى المعلمة تاء، اتنطقت تاء، اتنطقت هي تاء. تاء. المعلمة فيها حرف مشدد اللي هو اللام، وإحنا عارفين الحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. وفي ملاحظة بسيطة هنا، لما اكتب كلمة المعلمة او اي كلمة فيها حرف العين وسط الكلمة لازم يبقى بالشكل ده، ما ينفعش اخليه بشكله مفتوح. الشكل ده ما ينفعش يبقى في وسط الكلمة ولا اخر الكلمة، لكن الشكل ده يبقى في اول الكلمة فقط. يعني حرف العين في وسط الكلمة او في نهاية الكلمة يكون بهذا الشكل، ماشي؟ هنا اهو، لكن في اول الكلمة بس يكون بالشكل المفتوح ده، تمام؟ زي كلمة على في أول الكلمة، لكن في آخر الكلمة زي مع، أو في وسط الكلمة زي المعلمة لازم يكون بهذا الشكل. المعلمة عرفناها جمع المعلمة؟ المعلمات. أحسنتي. طب لما سألت سلمى المعلمة والمعلمة هتتكلم، حطنا نقطتين، لازم نضع نقطتين بين القائل والكلام اللي هيقوله. بين القائل ومين؟ والكلام. يعني قالت المعلمة يبقى حط نقطتين، قالت سلمى يبقى حط نقطتين، وهكذا نقطتين رأسيتين بهذا الشكل.
كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع؟ ده أسلوبي ده استفهام. أحسنتي، أسلوب استفهام، لأنه بدأ بأداة الاستفهام اللي هي مين؟ كيف، وانتهى بعلامة استفهام. انتهى بعلامة هي استفهام. في علامة تانية، علامة تعجب، هي ما تتعجب من الخدعة اللي عملها الساحر، بس احنا هنا يعنينا اسلوب الاستفهام لان اسلوب التعجب غير واضح للتلميذ. كيف يستطيع، خلي بالك يستطيع اسم ولا فعل؟ يستطيع فعل. ممتازة، فعل ايه؟ استطاع ولا يستطيع؟ فعل مضارع. احسنتي، فعل مضارع. لا، واحنا عارفين الافعال المضارعه اما تبدا بثلاث حروف، الف او نون او ياء او تاء، مجموعهم في كلمه انيت، مجموعهم في كلمه ايه؟ انيت. هنا الياء يستطيع بدات بحرفيه الياء، بدات بحرفيه الياء طبعا في كلمه انيت. طيب يستطيع فيها مد بيه؟ يستطيع فيها مد بالياء. ممتازه، والممدود حرف الطاء. احسنتي، الطاء. يستطيع الساحر، الساحر قلناها قبل كده اسم وجمعها الساحرون وفيها ألف ولام، علامة الاسم الألف واللام، واللام شمسية، اللام ايه؟ شمسية. الحرف اللي بعدها لازم يكون فوقه شدة، واحنا عارفين الحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، لازم نعرف الأساسيات دي كويس. يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع، كل هذه الخدع، يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع. كلمة كل اسم، كلمة كل اسم وبها حرف مشدد، والحرف المشدد بإيه؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، يعني لما قطع كلمة كل كاف مع اللام الأولى الساكنة واللام المتحركة لوحدها، يبقى كاف مع اللام مقطع واللام المتحركة مقطع. هذه إيه؟ هذه ده، هذه اسم إشارة. أحسنت، لمين؟ للمفردة المؤنثة. هذه الخدع اسم إشارة للمفردة المؤنثة، اسم إشارة لمين؟ للمفردة المؤنثة. طيب كلمة الخدع خلي بالك مش مفردة مؤنثة ولكن جمع غير عاقل، عشان كده أشرنا إليها بهذه. هذه يشار بيها لاسم المؤنث، للاسم المؤنث وللجمع غير العاقل. للجمع إيه؟ غير العاقل. يعني مثلا كتب، أقول هذه كتب. فصول، هذه فصول. مدارس، هذه مدارس، لأن الحياة دي غير عاقل. لكن لما أقول بنات أقول هؤلاء بنات، أولاد هؤلاء أولاد، معلمون هؤلاء معلمون. يبقى هذه أشير بيها لاسم للمفرد المؤنث والجمع غير العاقل، المفرد المؤنث والمين وللجمع غير عاقل. وخلي بالي هذه بها حرف ينطق ولا يكتب اللي هو حرف الألف، تمام؟ هذه بها حرف ينطق ولا يكتب. لو كتبت وكتبت هذه يبقى ده غلط، لكن الصح هي. الخدع اسم ولا فعل؟ اسم. احسنتي، اسم، لان بها ايه؟ الف ولام. ما ننساش الالف واللام علامه من علامات الاسماء، واللام هنا ايه؟ قمريه. اللام ايه؟ قمريه. حرف الخاء، وحرف الخاء في جمله اي جمله؟ وخاف عقيمه. تمام، ماشي، الخاء. طيب كلمه الخدع مفردها خدعة. أحسنتي، الخدعة زي ما اتفقنا الجمع فيها ألف ولام، يبقى المفرد فيه ألف ولام، يعني الخدع مفردها الخدعة، ما ينفعش أقول خدعة، ما ينفعش أقول إيه؟ خدعة. الفقرة الرابعة، كل واحد يا سلمى عنده موهبة، كل اسم، كل إيه؟ اسم، وبها حرف مشدد، والحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين، أول ساكن والثاني متحرك. أحسنتي، واحد برضو اسم، اسم، لأن بها تنوين بالكسر، تنوين بها بالكسر. يا سلمى أسلوب نداء. ممتازة، أسلوب نداء، لأن في أداة نداء اللي هي يا، وده اسم إنسانة. يا سلمى، إذا أسلوب نداء، أسلوب إيه؟ نداء. عنده موهبة، عنده إيه؟ موهبة. الهاء هاء الضمير، موهبة اسم وجمعها مواهب وآخرها تاء مربوطة وبها تنوين بالضم، تمام؟ يبقى موهبة اسم. قالت سلمى، قالت سلمى، قالت اسم ولا فعل؟ قالت فعل. فعل، أحسنتي. قالت وانتهت ولا لسه تقول؟ قالت فعل ماضي. ممتازة، فعل ونوعه فعل ماضي. وقالت
مضادها سكتت أو صمتت. سكتت أو صمتت. سلمى اسم إنسانة وآخرها ألف لينة. آخرها إيه؟ ألف لينة. سفيدة حرف جر. ممتازة، حرف جر وبها مد بالياء. بها إيه؟ مد بالياء. في نفسها. في إيه؟ نفسها. جمع نفس أنفس. جمع نفس أنفس. وبها هاء الضمير. نفسها بها هاء إيه؟ الضمير. وهي حزينة. وهي الواو حرف عطف. ممتازة. هي ضمير إيه يا شطرة؟ غائب. أحسنت، ضمير غائب لمين؟ للمفردة المؤنثة. للمفردة مين؟ المؤنثة. المؤنثة. هي ضمير غائب للمفردة المؤنثة. ولو مفرد مذكر هقول له هو. هقول إيه؟ هو. طيب حزينة. حزينة اسم. حزينة إيه؟ اسم. لأن بها تنوين بالضم. حزينة وبها تاء مربوطة. إذن حزينة اسم. طيب أنا لست موهوبة. أنا لست موهوبة. أولا ده أسلوب نفي. أسلوب إيه؟ نفي. أن تنفي أنها ليست موهوبة. أسلوب نفي. تمام، ده أسلوب إيه؟ نفي. غير النهي، ده أسلوب نفي. وأداة النفي لا، لست. أنا ضمير إيه؟ أنا لما تحب تتكلم عن نفسك هتقولي إيه؟ ضمير متكلم. ممتازة، ضمير متكلم. أنا للمفرد المذكر، وأيضا لو مفردة مؤنثة أنا، يبقى أنا للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة. أما للجمع وللمثنى المذكر والمؤنث نحن. للجمع إيه؟ نحن. نحن. كلمة موهوبة. موهوبة، خلي بالك، موهوبة فيها مد. موهوبة فيها. أحسنت، مد بيها بالواو. والممدود، بص كويس، انا عندي واويا، واو قبلها ميم وواو قبلها هاء، يبقى انا عندي الممدود فين؟ الهاء. احسنتي، لان دي مد، لكن الواو الاولى دي ليست واو مد، لكن الواو المد اللي هي الواو الثانيه، والممدود حرف الهاء. الممدود حرف فيها الهاء. وخلي بالك كلمه موهوبه فيها تنوين بالفتح، واحنا عارفين التنوين بالفتح لما نضيف له الف يسند التنوين، لكن مع التاء المربوطة قوية، مش اما نضيف لها ألف التاء المربوطة اما تقدر تشيل التنوين كويس. الفقرة السادسة، وفي اليوم التالي. وفي اليوم التالي في حرف جر. احسنتي، طب الواو اللي قبلها حرف ايه؟ حرف عطف. ممتازة، الواو حرف عطف وفي حرف جر وفيها مد بالياء. في اليوم التالي، اليوم اسم ولا فعل؟ اسم. احسنتي، اسم، لأن بها ألف ولام. ألف ولام، والألف واللام علامة من علامات الأسماء. جمع اليوم الأيام. الأيام. التالي. التالي معناها الذي بعده. التالي معناها إيه؟ الذي بعده، يعني ما تقول وفي اليوم الذي بعده للرحلة، يعني تاني يوم للرحلة. طيب التالي عرفنا معناها، يا ترى اسم ولا فعل؟ فيها ألف ولام، يبقى ألف ولام يبقى اس. أحسنتي، طب اللام شمسية ولا قمرية؟ شمسية. ممتازة، اللام الشمسية الحرف اللي بعدها ماله؟ مشدد. مشدد. التالي فيها مد بيه بالياء، بالألف والياء. أحسنتي، ممتازة، بالألف والياء. التاء الممدود التاء، لي الممدود اللام. تمام، اليوم التالي للرحلة. اللام اللي في الرحلة دي حرف ايه؟ احنا بنقول حروف الجر 8. تمام، من والى، عن وعلى، في والكاف والباء واللام. يبقى اللام دي لام ايه؟ حرف جر. حرف ايه؟ جر. للرحله حرف جر. وكلمه الرحله عارفينها، جمعها الرحلات، وكلمه الرحله اخرها تاء مربوطه، وفيها حرف مشدد اللي هو الراء بحرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. الثاني ايه؟ متحرك. طلبت المعلمة من التلاميذ. كلمة طلبت اسم ولا فعل؟ طلبت فعل. فعل ايه؟ ماضي. احسنتي، فعل ماضي. طلبت المعلمة، ولما اكتب طلبت اخرها تاء مفتوحة. اخرها تاء ايه؟ مفتوحة. طلبت المعلمة، مين اللي طلبت؟ المعلمة. المعلمة اسم. ليه؟ لان فيها الف ولام وفيها تاء مربوطة. ماشي، اللام شمسية ولا قمرية؟ اللام المعلمة قمرية. قمرية، اللام القمرية. طيب جمع المعلمة؟ المعلمات. أحسنتي، اللام اللي في المعلمة؟
مشددة بالكسر. مشددة بيه؟ بالكسر. والحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني مسحر. أحسنتي. من التلاميذ، طلبت المعلمة من التلاميذ من حرف جر. كده احنا خدنا الحروف الجر، في وعلى وإلى ومن واللام، خدنا ست حروف جر في الفقه في الدرس ده. من التلاميذ، من عرفناها حرف جر، يبقى التلاميذ اسم. يبقى التلاميذ ايه؟ إيه؟ لان حرف الجر ده لا يدخل الا على الاسماء، اي كلمه بعد حرف الجر اسمها اسم مجرور. اسمها ايه؟ اسم مجرور. طيب التلاميذ مفردها؟ التلاميذ مفردها تلميذ. لا، التلميذ احنا قلنا الجمع فيها الف ولام، يبقى المفرد فيه ايه؟ الف ولام. يبقى مفرد التلاميذ التلميذ، مفرد التلاميذ التلميذ. احسنت. طب التلاميذ فيها مد؟ الالف. ممتازه والألف ممتازه. بالالف التلا مد بالالف، ميذ مد بالياء. الالف هنا الممدود اللام، والياء هنا الممدود الميم. اللام اللي فيها شمسيه ولا قمريه؟ تلاميذ مش شمسيه. احسنت، لام شمسيه، لان الحرف اللي بعدها فوقه شدة. والحرف المشدد بحرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. من التلاميذ ان يرسموا، المعلمة طلبت منهم ان يرسموا. خلي بالك يرسموا ممكن التلميذ يقول عليه فعل ماشي، هو من الافعال الخمسة، والكلام ده مش عليهم دلوقتي. تمام، يبقى لو قال عليه فعل ما فيش مشاكل. ما اعجبهم، ما ايه؟ اعجبهم. اعجبهم وانتهى. اعجب فعل ايه؟ ماضي. وهم ضمير، هم ايه؟ ضمير. في الرحلة، ما اعجبهم في الرحلة، في حرف جر والرحلة اسم. الرحلة اسم. الرحلة جمعها الرحلات، وكلمة الرحلة اللام شمسية. اللام ايه؟ شمسية. واخرها تاء مربوطة. ومنساش في نهاية الفقرة وضعنا نقطة، لما خلصنا الفقرة دي وضعت ايه؟ نقطة. عشان الجملة دي خلصت. فرسمت سلمى صورة جميلة ومعبرة عما اعجبها بالرحلة دي. فرسمت، خلي بالك رسمت لوحدها، والفاء دي حرف ايه؟ عطف. ممتازة، حرف عطف. احنا قلنا الفاء وثم الواو والفاء وثم وايه؟ وثم. حروف العطف دول الواو والفاء وثم. رسمت، رسمت فعل ولا اسم؟ رسمت فعل ماضي. احسنتي، رسمت وانتهت فعل ماضي، واخرها تاء مفتوحه. مين اللي رسمت؟ سلمى. اسم واخرها الف لينه. وخلي بالي سلمى تقطع الى مقطعين، سلمى سلمى. صورة جميلة، رسمت صورة، خلي بالك دي اخرها تاء مربوطة. تاء مربوطة. تاء مربوطة، اكتبها ازاي؟ يعني لو هقول صورة جميلة نطق التاء عشان شكلتها، طب هقف عليها بالسكون هقول صورة. صورة نطقت ايه؟ ها. التاء المربوطة تنطق ها عند الوقف، يعني لما سكنها اضع عليها سكون، وتنطق تاء عند الوصل لما اوصلها باللي بعديها او اضع فوقها تشكيل. هنا صورة ها، صورة نطق التاء، فاذا اخرها تاء مربوطة. جمع صورة اصوار. جمع صورة صور. جمع صورة صور. صور كلمة صورة فيها مد بيها؟ بالواو. ممتازة. والممدود الصاد. الممدود ايه؟ الصاد. واحنا عارفين الواو لازم يكون قبلها ايه؟ حرف مضموم. صورة التاء المربوطة ما نضيف لها الف في التنوين، مش هنضيف لها الف في التنوين، التنوين يقف فوق التاء المربوطه وتقدر تشيله كويس. جميله، جميله مضادها قبيحه، وجميله اسم طبعا عشان فيها تاء مربوطه وفيها تنوين بالفتح، فيها تنوين بيها بالفتح. طب يا ترى فيها مد بيها؟ جميله مد بالياء. احسنتي. والممدود الميم. ممتازه، الميم جميله، والتاء هنا فوقها تنوين بالفتح، فوقها تنوين بالفتح. ومعبرة، وإيه؟ ومعبرة. معبرة اسم، لأن بها تاء مربوطة وبها تنوين بالفتح، وكمان فيها حرف مشدد، والحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفين. الباء مشددة بالكسر. معبي، الأول ساكن والثاني متحرك. عما أعجبها،
متعمى بها حرف مشدد، والحرف المشدد بحرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. انا متعمد ان انا اقوله في كل واحده عشان التلاميذ تفتكر ان الحرف المشدد بحرفين، وده هيساعدهم في تقطيع الكلمه المشدده. اعجبها عم، اعجبها، اعجب برضو فعل ماضي، والهاء هاء الضمير، الهاء هي الضمير. اعجبها بالرحله، بيه الرحله. طب يا ترى نفتكر حروف الجر تاني، من والى، عن وعلى، في والكاف والباء واللام. هنا في باء ولا مفيش؟ في. يبقى دي حرف ايه؟ جر. يبقى الباء واللام حروف جر. هنا بالرحله حرف جر، الرحله اسم مجرور لان اللي يجي بعد حرف الجر اسمه اسم مجرور. الرحله اللام اللي فيها شمسيه، اللام اللي فيها ايه؟ شمسيه. والحرف اللي بعد اللام الشمسيه فوقه شاده. جمع الرحله الرحلات، جمع الرحله الرحلات. الفقره رقم 7، وعندما عرضت لوحتها على المعلمه. عندما عرضت، عرضت اسم ولا فعل؟ عرضت وانتهت، يبقى فعل ايه؟ ماضي. لوحتها، جمع لوحه لوحات، لوحات، جمع لوحه لوحات، لوحات، ممتازه. والهاء هنا هاء الضمير. لوحتها على المعلمه، على حرف جر، جر. على حرف ايه؟ جر. على حرف جر، واخر حرف فيه الف لينه، يكتب ياء وينطق الف. على المعلمه، المعلمه اسم لان بها الف ولام وبها تاء مربوطه، وجمع المعلمه المعلمات، ما ننساش حرف العين يتكتب كده وسط الكلمه. المعلمه فيها حرف مشدد اللي هو اللام بحرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. الفقره رقم 8، ابتسمت، مضادها عبست، مضاد ابتسمت عبست، وهي فعل ماضي، ابتسمت وانتهت. وقالت الواو حرف عطف، وقالت فعل ماضي، قالت فعل ماضي. لديك موهبة الرسم يا سلمى، لديك موهبة الرسم يا سلمى. لديك في ممكن ناس تكتبها بالياء وده غلط، لا الكاف مكسورة. لديك، كلمة لديك فيها ايه؟ يعني عندك، يعني ايه؟ عندك موهبة الرسم، موهبة جمعها مواهب واخرها تاء مربوطة وهي اسم. الرسم اسم ايضا لان بها الف ولام، واللام شمسية، اللام ايه؟ شمسية. يا سلمى اسلوب كمان، اسلوب ايه؟ نداء. بعد ما خلصت الفقرة وضعنا نقطة في نهاية الفقرة. الفقرة رقم 9، معلش الدرس طويل شوية بس خلاص اهو. صاحت سلمى وهي سعيدة وقالت، صاحت سلمى وهي سعيدة وقالت. صاحت فعل ماضي، ماضي. عشان صاحت وانتهت، وبه مد بالالف، به مد بيه بالالف. صاحت سلمى، مين اللي صاحت سلمى؟ سلمى اسم، وهي، هي ده ضمير ايه؟ قلناها في اول الدرس، ضمير غائب، ممتازة، ضمير غائب للمفردة المؤنثة. سعيدة مضادها حزينة، مضادها ايه؟ حزينة. وسعيدة اسم بها مد بالياء وبها تاء مربوطة وبها تنوين بالضم، وهي سعيدة. وقالت، قالت مضادها سكتت وبها مد بالالف وهي فعل ماضي. عندي موهبة، قالت في النهاية، قالت سلمى عندي ايه؟ موهبة. عندي فيها مد بيه، عندي فيها مد بالياء. احسنتي. جمع موهبة موهبات، مواهب. جمع موهبة مواهب، مواهب، واخر موهبة تاء مربوطة وبها تنوين بالضم. قبل ان ننتهي من هذا الدرس، قلت في اول الدرس اللي عايز حل التدريبات هسيب الرابط تحت الفيديو ان شاء الله، هسيب لك ورقه لما تحب، لو حبيت تحملها. يحاول التلميذ يقرا الدرس ويطلع الظواهر اللغويه اللي في الدرس، اسم وفعل وحرف، هسيب لك تحملها وتطبعها عادي، والاساليب وفيها كل حاجه. وده فكره الاستاذ محمد جابر بارك الله فيه. كده ان شاء الله نكون انتهينا من درس اليوم، وان عجبكم الدرس اشتركوا في القناه. ولو عايزين نشرح الدرس القادم اللي هو أريد أن أكون طبيبا بهذه الطريقة، ممكن تكتب في التعليق عشان إن شاء الله نشرح المرة القادمة. وهنملي مع بعض كلمات الدرس في الإملة. أول كلمة أشاهد، 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 أحسنت. كلمة الثانية بالعرض، بالعرض أو بالعرض، ممتازة. احنا قلنا العين وسط الكلمة تكون بالشكل ده.
أثناء أثناء. يستطيع يستطيع يستطيع. التالي ممتازة كده. خلصنا خمس كلمات اللي هم على الدرس، وهنقطع كلمة المعلمة والتلاميذ. كلمة المعلمة اللام قمرية، المعلمة طبعا فيها حرف مشدد، اللام القمرية على مهل على مهل. المعلمة، أحسنت. الميم كبر اللام شوية. ممتازة. سقف الأروى، قطع كلمة التلاميذ. طبعا التلاميذ اللام ايه؟ شمسية. احسنتي. التاء الاولى مشددة، التاء الاولى ساكنة مع اللام الشمسية. احسنتي. اللام الف لوحدها، التلا مد مع ممدود ذو. ممتازة، برافو عليك يا ارون. كده ان شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم، وانتظرونا ان شاء الله في الدروس القادمة. وكما قلنا، لو عايزين نكمل درس اريد ان اكون طبيبا بهذه الطريقة، ممكن تكتب في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.